عليكم شكرا على الانجاز التاريخي اللي حققوه اوتيل. حنا فرحانين بزاف بالبؤاد ديالنا، شرفونا وشرفوا البلاد وهزوا بالرايه الدرابو ديالنا الفوق، شرفونا زعما صراحه. هذا الانجاز عظيم بزاف، اول مره في التاريخ لا بالنسبه للبنات ولا حتى بالنسبه للذكور، صراحه هذا الشيء كيفرحنا بزاف بزاف بزاف. وعاش الملك. جيتو تستقبلوهم اليوم في المطار؟ بيان سور بيان سور، حنا جينا باش نستقبلوهم وفرحانين بزاف، وحنا كنتسناو فيهم، وهذه فرحه كبيره. حنا فرحانين بلبؤات الاطلس، حنا جينا حنا من الجاليه المغربيه في امريكا، وجينا للمغرب وتفرجنا فيهم، تبعنا المسار ديالو كامل تبعناه، وفرحانين بزاف. والله يخلي لنا بلادنا، وحنا ديما مغاربه وغنبقاو مغاربه، والمغرب في الدم. تبارك الله عليكم. اليوم جيتو تستقبلوهم في المطار؟ جينا نستقبلوهم في المطار وشفناهم، وفرحانين بهم وغنبقاو ديما فرحانين بهم، وكنتمنوا لهم حد موافق في كاس افريقيا ان شاء الله. السلام عليكم اخويا. كم السلام خويا. اولا شو رايك الانجاز اللي حققوه لبؤات الاطلس في المونديال للسيدات ديال استراليا ونيوزيلندا؟ هو انجاز مشرف وشرفنا احنا كمغاربه، الحمد لله. نتمناو وهذا كما كنقولوا تجربه، ونتمناو المونديال الجاي ان شاء الله يحققوا شي انجاز كبر من هذا ان شاء الله. رغم الخساره مع ضد المانيا، لكن ما استسلموش ودخل الماتش الثاني والماتش الثالث وتاهلوا، يعني هذا انجاز كبير. هذا انجاز كبير بحد ذاته، ما استسلموش كما قلتي وتقاتلوا، وبغاو يشرفونا وتما ما كرهوش يوصلوا لشي انجاز اكثر من هذا. كل غالب الله هذا العام هم وصلوا هذا الانجاز، العام الجاي وصلوا انجاز اكثر منه ان شاء الله. انتم جيتوا تستقبلوهم اليوم؟ جينا استقبلناهم اليوم في المطار وفرحنا معاهم ومشاو. فرقه ديال عيساوه؟ ديال عيساوه الدقه مراكشيه وبدا ترمه. سمعوا شي تريح دابا؟ مرحبا سيدي. مرحبا. يلا سير على الله. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.